عليكم كديرين، لاباس عليكم؟ اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة، كنتمنى تعجبكم يا ربي. وما تنسونيش من لايك، وخليكم مع الفيديو حتى الاخر. كنبداو بسم الله على بركة الله بالمقادير. كنحتاجو جوج بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، كاس الى ربع زيت، كاس عامر سكر سنيدة، كاس عصير برتقال، كاس جزر مبشور في المبشرة رقيقة، دقيق ما يعادل كأسين. هنايا غنحتاجو شاصي ديال الفاني للتنسيم او قشور البرتقال، شاصي ديال الكاكاو، وجوج خميرات. كنبداو بسم الله في الخلاط الكهربائي، كنضيفو البيض. هاد الوصفة هادي غادي تعجبكم، جربوها لوليداتكم. كنضيفو البيض، كنضيفو السكر سنيدة، عاد كنضيفو الزيت، كنضيفو عصير البرتقال، كنضيفو الفاني وصاشي ديال الكاكاو. كنضيفو هاد المكونات كاملين في الخلاط. قبيصة الملح ما نساوهاش، وكنتمنى منكم اللايك والبارطاج للفيديو. الله يجازيكم بخير. هاد الكيكة هادي كتجي زوينة، كتجي رطبة. كنديرو هديك الشاصي ديال الكاكاو والفاني، وكنخلطهم مزيان 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 حتى كينسجمو جميع المكونات. كنضرب في الخلاط حتى كيتخلطو مزيان، يتميكساو مزيان. صافي. ومن بعد كناخد واحد الاناء، كنصب فيه هذاك الخليط، هنا كنبدا باضافه الدقيق. كنقسمو على جوج دفعات، كندير الخميرات من الوزن 8 غرام، المجموع هو 16 غرام. صافي. وكندير نصف الكميه ديال الدقيق، وكنخلط غير بالخلاط اليدوي هنا. كنتمنى هذا الكيك هذا تجربوه وغادي يعجب وليداتكم، انا متاكده كما عجب وليداتي حتى انا. صافي. غادي نخلط مزيان حتى ما يبقاش هذاك الدقيق يبان، ما يبقاش هذوك الكويرات يبان ديال الدقيق. صافي. هنا ملي كنخلط هذا مزيان، كنضيف نصف الكميه الاخرى، الكميه اللي بقات عفوا كامله. هنا كنضيف الكميه اللي بقات وكنخلط عاود. هاد الجزر هذا هو اللي كيعطي هذيك الهشاشه واحد المذاق زوين كتجي. صافي. هنا ملي غادي نخلط مزيان، غادي نضيف هذاك الكاس ديال الجزر اللي بشرته في المبشره الرقيقه على هذا الشكل هذا. كندخله مزيان في هذاك الخليط حتى هو. صافي. من بعد كناخذ واحد المول، اي مول عندكم، كندهنوه بالزيت ونرشوه بالدقيق. انا خديت مول مربع بحجم عائلي، الا بغيتو نتوما تجيكم طالعه ديرو غير مول صغير. كتكون الخليط يكون على هذا الشكل هذا. كناخذ المول، كنصب فيه هذاك الخليط، كما كتلاحظوا كنوزع الخليط مزيان في المول. صافي. غادي نوزعو مزيان مع الجناب باش ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه على هذا الشكل هذا. صافي. كنخبط المول واحد جوج خبطات باش الكيك يتساوى، يجي طيب مقاد.
كناخد لنا واحد شويه ديال المكسرات، عباره عن شويه ديال الشكلاط، شويه ديال اللوز، شويه ديال القرقاع، وواحد شويه ديال الزبيب كنهرمشهم صافي، وكنحطهم من الفوق. تقدروا تخليوها غير هكذاك. انا ضفت لها شويه ديال المكسرات، كندخلها للفران حتى كطيب. انا دخلتها الفران بارد حتى كطيب من التحت، عاد نشعل عليها من الفوق، هي دغيا كطيب. من بعد ما كطيب كنخرجها، كنخليها حتى تبرد، كندير لها واحد الخطوط ديال الشوكولا سوداء او بيضاء، ولا ممكن تضيفوا حتى الكراميل. انا درت غير الشوكولاته السوداء. غادي نقطعها معاكم تشوفوها كيفاش جات هشيشه ورطبه. انا راه بنتي ما خلاتهاش كاع حتى تبرد، شوفوا شكلات منها دارت لها. صافي هنا غادي نذوقها معاكم. صدقوني صدقوني غير جربوها على حسابي. دابا غادي نذوقها معاكم. انا راه كنذوق فيها وبنتي كتغوت حدايا. كنتمنى هاد الوصفه هذه تعجبكم. ما تنسونيش من لايك وبارطاج، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده.